صحابي والغزلان والصحاب والأحباء، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ هانيين بس اختي بس اش كتعاودوا بخير؟ كل شيء هاني؟ شوفوا تبارك الله هاني والقلب الهاني. كنت في صار المعجازين جالسه نتبرد مع ماما والحسنية، وقلت مع راسي علاش لي ما تضربيهاش بواحد النقطه حيديها من خاطرك. ما حسيت هنا ما كاينش، الحمد لله ما كنديروش شي ميناج كبير بحال ديورنا وداكشي مع الوالدين. قلت ندير حنينه شويه، نبدل على بحال ديما. نتوما كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا هانيين. ايوا خوتي، قلت نشارك معكم هذه الحنينه ديالي. ايوا اللي في خاطره والله لا يحوجوا بها مسكين والله. بغيت نحيدو شويه الحاجه كاع اللي كتعجبنا كنديروها ما حدنا هنايا. ايوا خرجنا بدلنا الجو مع التسعودي ان شاء الله غادي يسدو، دونك تنستغلوا الفرصه. دابا راه 8 وصافي رجعنا لحالنا. قلت غندير هاد الكريسي في باب الدار وغنجلس نتبرد شويه عليا وعاد ندخل، ومن طون الحنينه ديالي تنشف. خليكم معايا. هاهو صلوا على النبي صلوا، يا حبيبي يا حبيبي ما تذكروا ربي. والليلة السعيدة رضان، والليلة السعيدة رضان، راح قلبي يا حني يا حني غني يا الغنية. هذا عرس بليل خويا جزيرة النسوانة، هاي الحباب تحلي هاي تفرح وتغني، زغرتي لما ايمن هيا فرحي وغني. لو سفيان بحداها زغرت لبنيتها، هيا سعد وداها. شني ميري قدير حالي،
غني يا غني هذا عرس يصين خويا تزيد النسوانة هاي الحباب تحلي هاي تفرح وتغني زغرتي لما أيما هاي ضربي وغني عرب الصحراء وجيلين أولا أميد وعرب الأخوات صبحتوا هانيين البارح ما كملتش معكم الفيديو غنكملوا معكم هذا الصباح نضنا بيان سيغ راكم عارفين لا روتين ديال الصباح اش كديروا داكشي اللي كديروا كنديروا حتى حنايا المهم درنا واحد البريز ديال اتاي ضربتها بواحد التدويشه وبغيت غير نشارك معكم الحنينه ديالي شوفوا كي جات كحال ولات غزاله تبارك الله درت ليها لود كولون البنات الريحه ديال لي طرو كتجي كتخرج الحنه زوينه انتوما ايوا المهم كنبدلو شويه ديال اللي داكشي كنديرو كل نهار كنحاولو نغيروه صافحه حاطين واحد البرير داتاي شويه ديال الفاكهه جالسين ونا طوندون يوجد الغداء نشارك معكم هادشي اللي قسم الله اللي حاطه انتما كتشوفوا برير داتاي حليوات المهم راكم عارفين هاد البرير ديال 11 راه تنظن اي واحد كيديرو ايوا حبابي تصبحوا وتربحوا ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد هاد الكليسة لهلي خطيكم شكرا على لي كومونتير ديالكم على الفيديو ديال الحسنية لهلي خطيكم والله حتى بكم طالعين الصراحة لأن دوك لي كومونتير تيشجعوا الإنسان خليت لكم راحة الله تصبحوا وتربحوا كي كنقولكم ديما حتى الفيديو الجاي إن شاء الله غرو بيزو